بس كنت محظوظ، كنت محظوظ إلى حد ما، إلى حد كبير. وبقيت محظوظ أكتر لما رحت الناحية الثانية. صحيح. بيبو وبشير، بيبو والجون. كان مونولوج التحول. أيوة في حياة مدحت شلبي. صحيح. ماتش الكرة ده كان أهلي وزمالك، وكنت أنا كان يعني السيدة وفاء فاضل، ربنا يا ربي كان مش عارف هي عايشة أو لأ، يعني كل الحب ليها سواء عايشة أو غادرة الحياة يعني، كانت مؤمنة بي، وهي اللي نجحتني. ولأول مرة دايماً المعلق كان لازم يعدي على الإذاعة الأول يعتمد وبعدين يروح التلفزيون، فكان الإذاعة مش حبيني لأسباب ما ينفعش أن أقولها على الهواء. فمدام وفاء فاضل قالت أنا هعمل لجنة وهمتحنك فيه. هو ينفع تقول الأسباب ليه ما كانوش حابينك؟ قول لي سبب. صعبة يعني. قول لي. أنا أخد بقى. بتضايقك ولا بتحرجك ولا؟ لا لا لا، هنخد في زمن، هنخد في زمن، فما ينفعش نخد في زمن يعني. فمدام وفاء بقى الله يكرمها قالت لي أنا مقتنعة بيك وعمل لك لجنة، ولأول مرة، ولأول مرة، ده تاريخ تلفزيون عارفه وسمعيني دلوقتي. عملوا لجنة مخصوص وجابوا فيها أباطرة التحكيم يعني، ونجحت. وأفاجأ أن بعد شهرين من نجاحي بتديني أهلي وزمالك، ولا في الأحلام. وقتها بقى كان كباتن بقى الكبار حمادة أمام، محمود بكر، الشربيني، محمد لطيف، يا نهار أبيض تروح فين؟ تروح فين؟ اللي كان مكلف أنه يختارني أن عندي المباراة دي ما قال ليش. كان في حد منفسن عليك؟ عشان أنا كان بيدوني الماتشات العادية. فكان عادي، لكن أول ما أخدت أهلي وزمالك طبعا نفسنه. هذه سنة الحياة. مين أكتر حد نفسن على حضرتك منهم؟ بصي أصل إحنا عارفين يعني، كلنا بنشتغل وعارفين. أيوة طبعا، أكيد أكيد أكيد. صعب إن أنا أقول. قالوا وقتها كابتن ميمي الشربيني كان زعلان منك بعد الماتش بتاع الأهلي وزمالك ده، اللي أنا عرفته يعني إنه هو راح قال لهم يعني مين مدحت اللي ياخد أهلي وزمالك وإحنا موجودين يعني. فمدام وفاء قالت لا يعني أنا مقتنع، وعملنا. وبعدين يمكن اللي زود المسألة أكتر إن كان فيها بيبو وبشير، فالدنيا كلها بيبو وبشير، ومحلات بيبو وبشير، وفيلم اتعمل بيبو وبشير. بقيت عالمي وعملت قاعدة جماهيرية ما حصلتش. وعدت. وعدت على كانت ضربة حظ يعني. إفيه الحظ؟ طبعا ضربة حظ. هو طبعا اللي علق أكتر إن بيبو وبشير فيها ثلاثة به يعني، بيبو اتنين به وبشير به، وبعدين النتيجة نفسها 6-1. فده كله تركيبة ولدت الإحساس بالجملة يعني. طب فمشيت الجملة وأنا مشيت معاها طبعا. ده بالنسبة لموضوع بيبو بشير. وبدأت بقى من هنا الحمد لله يا رب الثقة فيا في إن أنا أخد ماتشات كبيرة يعني. الفضل لله سبحانه وتعالى وللسيدة وفاء فاضل. السفريات اللي كنت بتسافرها كان فيها واسطة ولا كنت بتتهم بالواسطة؟ سافرت فعلا زي ما حضرتك قلتي. كان في سفرية لدارمشتات ألمانيا بتاعت سباحة، فبيطلعوا مذيع من التلفزيون. أنا مش مذيع في التلفزيون. مذيع في التلفزيون يعني عام موظف بيقبض من التلفزيون. أنا ضابط من بره وبشتغل بالقطعة يعني. فكان مدير البرامج الرياضية كابتن إسماعيل عبد الفتاح رحمة الله عليه، كانت في علاقة حلوة قوي ما بيننا، قوي يعني قوي، وكان هو ابن بلد في الكلام. فجي قال لي تعالى أنا عايز أخدك معايا دارمشتات. قلت له يا ريت، أنا عمري ما رحت طنطا يعني. فقال لي طب اسمع، معاك فلوس تقطع تذكرة الطيارة؟ قلت له استلف. قال لي طيب استلف وأنا هوفرها لك بإن أنا هعمل لك كذا أوردر هناك وأزعهم لك في التلفزيون بحيث يجمعوا يبقى هم تمن التذكرة اللي أنت طالع بيها. قلت له طب والأوتيل؟ قال لي مفيش مشكلة، إحنا عندنا في سرير وفي كنبة، أنا هنام على سرير هو يعني وأنت تنام على الكنبة. قلت له 10/10 والله رحت استلفت تمن، هموت عايز أطلع تمن تذكرة الطيارة لألمانيا وطلعت ألمانيا. بقى مثلا أي أوردر يجي مسؤولية، صور مع ده أوردر لوحده ب 13 جنيه. اطلع مش عارف إيه، نصور هنا مع جماعة مغتربين. عملي بتاع 12 13 أوردر، عملت بيهم تمن التذكرة والأوتيل. كان هو بينام على السرير وأنا على الكنبة، والست بتاعت المطعم كانت بتتجاوز لو فيها وضيفة فاعتبروني ضيف، كنت باكل معاهم يعني. فدي كانت سفرية دارمشتات. وطلعت مرة تانية معاهم إيطاليا بنفس السكة دي يعني.
ربنا كان بيكرم والله، ربنا كان بيكرم من عند ربنا. هو حضرتك في حاجات كتير قوي في مشوارك هي كلها حاجات من عند ربنا. اه والله كلها حاجات مش متخطط لها والله خالص. يعني لعبة الأقدار مع حضرتك لعبة حلوة جدا جدا، وده بركة دعاء أم الله يرحمها. الحمد لله. اه والله. ايه بقى اللي اتغير في مدحت شلبي بعد إفيه التحول؟ بيبو وبشير. نعم، بدأت الناس تعرفني أكتر، وبدأوا يعني يوم الماتش ده أنا خرجت بالليل بجيب أدوات مكتبية لنهولة بنتي، فكان في شلة أولاد وبنات جوه المكتبة، فسمعت واحدة بتقول للي معاها يعني مش ده بتاع بيبو وبشير؟ بعديها التلفزيون بدأ يبص لي بصة تانية. كل ده احنا لسه في التلفزيون المصري، ما رحناش بقى القنوات الفضائية يعني. فبدأت بقى مدام وفاء ربنا يكرمها يا رب تديلي ماتشات حلوة، لكن بشكل عام هي كانت فتحت خير عليا. الجملة اللي حضرتك قلتيها دي بتاعت بيبو وبشير يعني. بعد كده توالد بقى الإفيهات والجمل مع طبعا توالد المباريات. كان أكتر واحد زعت مباريات أهلي وزمالك في التاريخ يعني. يعني بدأت أتخصص في الماتشات دي يعني. عشان كان بتعمل إفيهات والناس بتحفظها في البيت. دمرت الراجل معنويا. مين؟ بشير. هو أنا طبعا هو طلع قال كده من كام يوم. قال كده من كام يوم، وأنا سمعته برضه من فترة، بس والله العظيم كانت فتحت خير عليه، لأن هو بعد الجملة دي هو راح طرف تركيا وربنا أكرمه يعني، ومش كويس قوي قوي قوي. وأنا قلت له، وأنا كلمته بعديها لما عرفت إن الناس بدأوا، أنت عارفة بقى الأهلاوية، أهلاوية أو زملكاوية، الجمهور ده أو ده ما بيسيبش يعني. أي حاجة بيلقطوها بيشتغلوا عليها على طول يعني. فأنا كلمته يعني قلت له يعني بشير أنا ما أقصدش حاجة، أنا بوصف المباراة يعني. وبعدين لما بقول بيبو بشير، ما هو بيبو في رجله الكورة، بشير اللي هيقابله. فهو عدى منك خلاص، بيبو بشير بيبو يعني ما فيهاش بيبو جول.